يعبد مع الله غيره، فهذا على الحقيقة لم يعبد الله تبارك وتعالى، بل العبادة لا بد أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، لا يشاركه فيها أحد، لا يشاركه فيها نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي من أولياء الله الصالحين، إن العبادة تكون لله تبارك وتعالى وحده. فماذا حصل لأولئك الذين عصوا نوحا عليه السلام؟ لذلك قال الله تبارك وتعالى عنهم: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وهذا شنو؟ مآل جميع المشركين، إنه في الدنيا ربنا بيهلكهم وفي الآخرة ليس لهم إلا النار، لأن الله لا يغفر أن يشرك به. أي ذول صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى هذا مشرك إن لم يتم من هذا الشرك الذي هو صرف العبادة لغير الله. فهؤلاء الصالحين يعني وصورهم طمست وهلك جميع الذين عصوا نوح عليه السلام، ونجى الله نوحا ومن آمن معه سبحانه وتعالى، ينجي من يشاء من عباده ويهلك من يشاء له الأمر تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين عبدوا هؤلاء يعني نسي أمرهم وأرسل الله بعدهم يعني بعد الرسل، ولكن هذه الأصنام وهؤلاء الصالحون آل أمرهم إلى شنو؟ إلى القبائل العربية من بعد قوم نوح. فجاء أحد المشركين يدعى عمرو ابن لحي وجدد لهم هذا الشرك وجلب هذه الأصنام وجعل لكل قبيلة من القبائل يعني ولي صنما من هذه الأصنام تعبده مع الله تبارك وتعالى، لأن المشركين كانوا يعبدون الله لكن شنو؟ يعبدون مع الله غيره. لا، لذلك لما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم ووجدهم عاكفين على عبادة غير الله نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بإخلاص التوحيد لله عز وجل، وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لذلك نود أن نعرف على ماذا كان المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وعن هذا يخبرك القرآن، قال الله تبارك وتعالى في غير آية من الآيات القرآنية الكريمة مخبرا عن حال هؤلاء المشركين أنهم كانوا ماذا يفعلون. قال الله تبارك وتعالى يعني كان عندهم عبادات كثيرة، لكن الله تبارك وتعالى فصل لنا القول وأخبرنا عن جميع العبادات التي صرفوها لغير الله، لكن هنالك عبادة من أعظم العبادات ومن أجل العبادات صرفها هؤلاء المشركون لغير الله. قال الله تبارك وتعالى عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال الله تبارك وتعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. فأخبر الله تبارك وتعالى عن هؤلاء المشركين أنهم يخلصون لله تبارك وتعالى في السراء، يخلصون لله تبارك وتعالى في الضراء ويشركون بالله في الضراء، لأنهم يعلمون أنه لا أحد ينجي من عذاب الله ولا أحد ينجي إذا جاءك يعني ضر يستطيع أن يكشف عنك هذا الضر. هذا المشركين أبو جهل وغيره من المشركين كانوا يعرفون هذا الأمر، وهو شنو يعني متأصل في فطرهم التي شنو يعني غير بعدها إبليس عليه لعنة الله. فهم كانوا يخلصون لله تبارك وتعالى في شنو في الضراء ويدعون مع الله غيره إذا كان شنو في يعني إذا كانوا في السراء. فأخبر الله تبارك وتعالى أن فعلهم هذا شرك وضلال، وأخبرنا الله تبارك وتعالى في غير آية أن هذا يعني عبادة، أن هذا الدعاء الذي يصرفه المشركون لغير الله عبادة من أجل العبادات. قال الله تبارك وتعالى عن الخليل عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وقال تبارك وتعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. لذلك في هذه الآيات يخبر الله تبارك وتعالى أن الدعاء عبادة. وقال الله تبارك وتعالى يعني عن الذين جنوا تتوفاهم الملائكة وهم يعني قائمون على الشرك،
قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. والله تبارك وتعالى سمى في غير آية من الآيات أن من يدعو غير الله تبارك وتعالى مشرك. قال الله تبارك وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وقال الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فشنو؟ فالدعاء لا يجوز صرفه لغير الله. وقد أخبر الله تبارك وتعالى في غير آية أن الدعاء هو الدين ذاته. ربنا قال شنو؟ فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال الله تبارك وتعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وأخبرك الله تبارك وتعالى في هذه الآيات أن الأولياء لا يملكون شيئا. قال الله تبارك وتعالى في الآية التي تلي هذه الآية، قال الله تبارك وتعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء. وسمى الله تبارك وتعالى دعاء غيره ردة. قال الله تبارك وتعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فده كان شنو حال المشركين شنو الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شنو يعني هذه الأصنام توارثها جيل بعد جيل. من قوم نوح جاءت لمشركي العرب، جاءت لمشركي زماننا، لأنه في زماننا ده برضو في شنو في مشركين كثيرين لا يعني إذا أردت أن تحصي عددهم والله لا تستطيع أن تحصيهم إلا يحصيهم الله تبارك وتعالى. لذلك يقول مشركو هذا الزمان وهم كمان شنو يدعون إلى شرك إلى الشرك ويدعون إلى عبادة غير الله. قال الله تبارك وتعالى قال يقول البرعي في قصيدة: قوماك نزاور للأولياء الأقطاب ليهم نشاور منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. وقال لك شنو برضو: إنا بخضب في البلاد نزيله فقل يا ولي الله إسماعيل. وتاني برضو قال لك شنو: في كربك عنده يعني نادم على الله بتغيشك جنده. هذا شنو يعني دي بين على الكلام ده فدشنو شرك عديل كذي في الغنوات وفي الإذاعات. وطبعاً البرعي كان في زمنه يعني داعية إلى الشرك وإلى الزندقة وإلى الإلحاد، لأنه شنو بيسني على الحلاج وبيسني على البسطامي، وكان شنو يعني من أكثر دعاة الشرك. لكن في هذا الزمن يعني جاء واحد اسمه محمد المنتصر، ده كمان شال الراية بتاعت الماسك البرعي. يعني هذا الرجل لا ينازعه أحد إنه مسك الراية براه راية الشرك والدعوة، بيقول لك إنه غير الله بيخلق عديل كذي، وغير الله شنو برضو زي كلام البرعي، وغير الله بيدي الجنة عادي، وغير الله ممكن يحيي الموتى، وغير الله في ناس متحكمين في الكون زي ما قال لك البرعي شنو سيدي حسن بكم في الكون متحكم. فهؤلاء يعني شركهم أخطر من شرك المشركين الأوائل، لأن ديلك شنو لا يشركون مع الله في كل الأحيان. يعني في بس إذا كان مثلا جاتهم مصيبة أو طامة بينادوا غير الله، لكن شنو في وقت إذا جاتهم يعني طامة أو مصيبة كانوا يدعون الله وحده، لكن شنو في السرة يهو يقوموا على الشرك بتاعهم. لكن دير شنو في كل الأحيان شركهم دائم في السراء وفي الضراء. لذلك قال شنو البرعي قال: بناديهم حيين ميتين بناديهم في كل قضية
بناديهم في كل قضية إن داير له موية وما قدر يجي المودي ممكن ينادي أبوه الشيخ لأنه عم مملك قال لي في كل قضية بناديهم. وده خطورة البدع لأنه هذه بدعة محدثة. الشرك شنو يعني؟ ربنا تبارك وتعالى ما أرسل رسول شنو إلا لما حدث الشرك. والشرك يعني من أخطر الأمور لأنه شنو هضم لحق الربوبية وتنقيص للإلهية. والمشرك طبعا يعني منقص لله تبارك وتعالى شاء أو أبى لأنه يحسن الظن بغير الله ولا يحسن الظن بالله. يعني أنت في الأمور العادية دي إذا كان مثلا داير تستدل لك أو تقترض لك أرض من زول أكيد طبعا بتمشي لأي لأكتر زول شنو بتحسن فيه الظن وبتثق فيه إنه بديك. فالمشرك لا ما بيثق في ربنا إنه بيجيب دعاه وما بيثق في ربنا إنه شنو بيكشف ما به من سوء ومن ضر بيمشي ليه أبواته لأنه يعني يحسن فيهم الظن أكثر من الله تبارك وتعالى. وهذا هو الشرك بعينه. هذا هو الشرك الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه وأخبر أنه لا يغفر للمشرك. قال الله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. شفت زول يجي مشرك يوم القيامة ما لا عنده ولي ولا عنده نصير. زول بينصر ما فيه وزول بيقدر شنو يمرق من النار ما فيه ولا في زول بيشفع له لأنه مشرك. المشرك شنو يا ربنا قال شنو إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يعني تكون شهد عرفت شهادة لا إله إلا الله وعلمت معناها حتى بعدين يعني الشفعاء يشفعوا لك كالأنبياء والمؤمنين والأفراد. يعني ربنا أثبت الشفاعة لمجموعة من الناس وأعظم هذه الشفاعات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم الشفاعات وهي للمخلصين فقط. زول بنادي غير الله ما عنده فيها نصيب يشوف ليش. يعني زول مشرك بيستغيث بغير الله وبنادي غير الله ما عنده شفاعة يوم القيامة. عشان كده أي زول شنو يخلص لله تبارك وتعالى في الدعاء وفي الرجاء وفي الخوف ما تخاف لك من زول شنو ميت يعني له 300 سنة إن مات هستي برضو ما في إن حي ذاته ما تخاف منه. يعني إلا يكون شنو مثلا خوف الخوف بتاع العبادة خوف السر ده بسميه العلماء خوف العبادة ده ما تصرفه لزور غير الله ده لي الله براه لأنه شرك برضو. والرجاء برضو والتوكل كلها عبادات لا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى. أنا أكتفي بهذا القدر وأقدم أخونا شيخ آدم.